قالوا سيادي يا سيادي كان يا ما كان حتى كان في قديم الزمان وسالي في العصر والأوان واحد الراجل ماله متيل في الرجال ما هو طالب ولا قاضي ماشي قيد ولا باشا وما هو حتى واحد من العيال ولا إني حارو معاه الطلبة والعوام زادوا في قرابه وجوابه في نابه جوعوا في كرشه وعنايته في راسه هما قالوا فران وقد الحومة هو واحد يدان راه راه والموت راح يدان في المدس حضين معاه يدان واللي دار فيه الخير يلقى حد يدان واللي جبد عارو ما ينسى حد يدان مشعلك الخير واه ما جا الفايقين مقشرين ايوا باقي ما جانا نعاس ايوا جاب لي الله بحال الا ريحه الحولي عندك في الدار لا لا هذيك السي اسحاق غير ريحه وحش الغابه هي الحلوف عندك في الدار لا سيدي اسحاق ريحته كاينه في حوايجك واحد يدان انا جيت باش ترد لي الامانه ديالي اش من امانه العتروش قول لي العتيريس العتيريش كيف قلتي اش من عتيريس العتيريش اللي شلفتك باش تعيد هي قول لي غير شلفتيناه هي هنا عماش وحتى دابا العيد باقي ما وصل خلينا ندوزو به العيد ومن بعد نردو عليك تحديدا راه شفنا كل شيء على عينينا هي باغي تعيد بربعة ديال الخرفان يا حسبتي وما سيدي اسحاق غادي ترد لي عتروشي ولا نفتحك بين الجيران هذه هي الصحبه تشال منا ودرنا الشيء المشالام ولكن ما كاين امان واللي ما عنده عقل هو اللي يدير يدو في يد اسحاق ويثيق فيه يا بركه من الهضره انتم ياكم راس مالكم غير الهضره والكلام وانا شداني حتى نعاونك باش تعيد انا راه كنت عارف هذاك النهار باللي كنتي غير كتنافقني داك الشيء علاش داك العتروس ديالك والله لا شتيه دابا ولينا في تخرج العينين وفي الطبلاص ياك بالجدو ياك ديتي الحمار زدتك البردعة وبخاطري ورديت لك 100 متقال ولكن داك اللي كتقول عليه قوم خواف كيحني الراس وكيعطيك البردعة وكيخليك تركب ولكن مني كيقعد الراس كيركلك وما كيعقلش عليك ايوا دابا تشوف واحد يدان الا ما غادي تبقى على الدش وغادي نفتح بيك الجيران ونوت عليك النحل ايوا المخير في حميرك اركب عليه نطيح لك بالشرك شحيح الله يحفر لك الجدر هفصيره كتخمي يا خضره كنخمم في ولدي اللي حتى قلت رجع ليا وها هو عاوتاني ضيع ما عرفتو فين غاطر في هذا الليل وكرا مقصر مع اصحابه يدندن لهم قنبري كيف مالف لا 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 الدري ما عجبنيش واخا عطانا الراس باقي راسو دايخ وهذاك الخروف اللي نقص من القطعه وقال لك له الديب انا مازال ما تسرطاتش ليا الله يهديك يا خضره شحال مريضه بالوسواس الوسواس واه الخروف داه الديب معاه الظهر باقي ما طاح ظلام ما دوا مغرب والحماق هذا وليلة هذه واش من ليلة فين غادي دز جلس
بغيت نمشي با نشوف شحال عندنا من الراس. تا نهار كامل وتا تما وباقي ما عرفتيش شحال من الراس. سير سول اسحاق راح حاسبهم. اي بصح نيت هذاك ابليس لجع جا بغا عتروس وما لقيتي ما سمعتيش وديك الساعه خرج لي هذاك الجريو ديالو ما عندنا ما نديرو به. يا با دابا راه ولاو عندنا اربعه ديال الخرفان وعتروس كون با كان داك العتروس نعجة. داكشي اللي لقيتيني قلت مع راسي يا بنيتي واقيلا غدا نهود للسوق. ايه ما كاين سوق غدا خلي بعدا تيفوت العيد هفوت السوق لي. عندك الحق شكون عرف لعل وعسى يجيبنا الله شي خروف اخر. واهلي عليكم غدا تلقاو خباركم فايقة قبل منكم سابقاكم علاه اسحاق غادي يجي النعاس وهو حس بالشمتة. انا غبغيت نعرف كيف دار هذاك ولد الهم تساق الخبار للخرفان وما دخلوا مستورين من الباب اللوراني. واش حاضي هذيك موكا ديال مرتو اللي الليل وما طالوا يطل من الشراجم كاع خبار الدوار عدا. بسم الله الرحمن الرحيم خرابها في خرابها. صباح الخير يا دغوغي. صباح الخير. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. وكوب كوب شي كويز ديال اتاي سلفنيان. واش ما في خباركم هدي دانا اش دار؟ اش دار؟ دار بالناس ديال القبيله وعد كل واحد جايب لي خروف وحتى ولاو عنده شي سته ولا سبعه د الخرفان. وباش تعرفوا مطور وحتى من اسحاق اللي عظم ودا منو عتروس هي دارها بينا. كيفاش دارها بكم؟ ياك ما حتى انتوما؟ ايه تفرط ليه انا والضغوغي وعاوننا ميلود ودينا ليه واحد الخروف. سبيل الله احنا ما نوينا غير الخير. بصح نيت هو ما طلبنا ما جات بحلس لينا احنا اللي بجينا عنده برجيلاتنا. وسيروا دابا من حنا عليا الله قولوا لي يرجع لكم خروفكم. لا حرام. ايه حرام الصدقه ما كترجعش وزيدون رزقو هذاك ما عندنا فيه حق. تسعداتو والله تسعداتو وقبلتنا كتعطي غير البراني ورزقو هذاك. لالا خضرة نعم ايوا داك الخروف اللي زدتيو عليهم به ماشي زايد فيكم اولا؟ اش من خروف على السيره كدوي؟ ولي استغفر الله العظيم لالا خضرة على ما في بالك والو؟ ما في خباري والو. بيني وبينك البارح في الليل وليت كونكميشه. مالو؟ ولي على مالو دا واحد مولاي الخروف قد ما مايلو دار حديد دان. ويلي السيره كتقولي؟ ويلي استغفر الله العظيم ويلي لالا خضرة الله يهديك على ما في بالك والو. لالا ام السعد؟ اه نعم. واش انا موافقه كانت مازح معاك؟ لا بنيتي لا. هاد الهضره اللي سيره كتقولي ليا واش انتي متيقنه منها؟ ويلي استغفر الله العظيم ايوا مؤمنين. شوفي يا لالا خضرة شتهم بهاد العوينات اللي ياكلها الدود والتراب. اخ اجي يا الحاج اجي تشوف الديب اللي دا الخروف شكون هو. لالا خضرة نعم ايوا سمعيني وردي حروسك القدام نوضو تحزمو وسمعوا راسكم وسيروا دعيوهم. وعلى هذا الشيء عندك فيه الشك؟ اي 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 واجي تسمع الحاج علان. اش كاين؟ ما كاين بس الديب اللي دا الخروف واصدق غولة. غولة؟ السيرة كتخرفي اش من غول ولا غولة؟ وراه المسخوط تاع ولدك دا الخروف الغولة تاع بنت حديد دان باش تفرسوا هي وربعة الغوال اللي معاها. ورجوع لها خضرة باش عاوتاني عمرات لك راسك هذيك البرغازة ديال مرت اليهودي. وانوض يالله معايا لعندهم نجيبوا الخروف ديالنا من عند هذوك البعض الجيعانين. وادوزي قلسي الارض الخروف الا مشى حتى دخل لدار حديد دان عولي عليه مشى وراه ديبو طمعي ترجعيه من عندهم. اما هادوك محال. ويالله واخا نمشيو غنحروه فيهم. وقلسي انا غادي نمشي لعند الشيخ ونشوف الا عندنا شي حل. وحتى انا بلا منا الله صيفط ليه خروف كيف انا تعاونت مع جميع الضعفاء. واش كاين هادشي ولا لا؟ كلام ما اقول. سيد الشيخ داك انت شي تعطيه؟ ايوا حنا تنعرفوك كتشد ما كتعطي. ما كاين باس ما كاين باس ما كاين باس السي اسحاق انا راه
اي واحد فيكم راه كيلزمني نتعاون معاه، حيت انا هو الشيخ ديال القبيله. وما خفاكم البراني راه قريب يدخل البلاد، ايوا راه كيخصنا نديرو يد في يد باش ما نخليوش الريح منين يدوز. ايوا سيد الشيخ، هاد البراني اللي تتكلم عليه راه حنا كنتشناو فيه وحبيناه يدخل باش يلقى لينا شي حل. يا كسك اسحاق كتسناه يدخل؟ يا سيد الشيخ دابا انت قلبك ولا هشيش، خاصنا شي واحد اللي يكون قلبه صخره صما باش يواطي لينا داك حديد الدان. نوض نوض جمع الوقفه وسير تسناهم، هذاك السي قاضي القضاء حتى يجي هو يفاصل بيناتكم. نوض جمع الوقفه، عقل يماك في من درتيها. نوض حتى انتوما يلا. لا لا حنا سيد الشيخ ماشي معاه. انا بعدا سيد الشيخ باري منه. مزيان غنعودو قلت القب قلت السطل ما الا مزيان. ما مشيتي يا الصقع تجبلتيها ولا وقعت شي حاجه وما جات قاضي القضاء اش غادي نعملو؟ ها وما عندك مناش تخافي، اسحاق من داويد عمر البيبان ما يتسدو في وجهو، ما عدات الشاشيه فوق راسي. ايوا الله يخليها فوق الراس، هز لينا الراس. يا حلي اللي غنعيدو يا حلي هو اللي حجبني وكرر شكرا حبني زوين هذا. اي انتم قالوا عليكم الخرفان راه غادي تمرضوهم، واش غادي تاكلوهم حيين؟ شوف با ديالك مشى هو اللي كليول فيهم، سبحان الله كيشبه لي. سير سير قالك هو اللي كليول فيهم، راه العتيريس ديال اسحاق هو الصغير. وحنا ما كنهضروش على العتارس غير على الحواله. قول انا ضربت النص عليك ميشا، ايه عزيز على حن ضربته وما ردش عليها. انت راه ما كنجبدهمش انت. صافي سكتي. اي خرجوا جيبوا العلف للخرفان وقولوا لكم ختكم عاودني منكم. وعلاش ما يخرجوهمش سر؟ مالو واش سايرين يديرو؟ اهو با مخنطر هو يخرجو من يجيبو من العلف راه صغير. لا لا با وانا باقي صغير غيحقر عليا الديب، هو اللي كبر اللي خاصو يخرجو. يا ربي الا درت شي ذنب انا متايب ليك، نحمدك ونشكرك عطيتيني عقل باش نكون لبيب وقلبي حار ومريزيق، ولا اني ولادي خرجوا صقعين ومعاقيز. شحال قدي بكم بقى عايش لكم الخربات شحال، ولكن بلاتي على باباكم غير يفوت العيد الكبير وديك الساعه ندي بكم الرحبه ديال الشطاره باش تعريوا على كتافكم وتعرفوا بحق تماره. ها شحال قدي بقى انا بكم مضلل عليكم شحال شحال. ياك ابا ما نبقاوش فيك ياك، حتى جا الخير سالو مال وعاد مدبك علينا، عاد بغيتينا نخرجوا نعرب على كتافنا. وحنا معاك وصقعين ما عندنا الزهر، ما حسبك مع البراني. سكت هبا اش كاين؟ شوف ليا واش تا انا بحال خوتي صقعه ولا عندي الزهر. جمعي يدك ابنيتي جمعي الزهر من جبهه كيتعبر. سيري سيري حالك بحالكم، ما يخليكم بالخلا. شوف يا دا خمي سقيت يا دا سقيت عيد عندي غنتبحر حامي. قال لي واحد الراس غنهز عمود ومشي نحرك ليهم من اللي المخزن ما غاديش يقضي فيهم. انهاك الله خضرة قلتينا تشوهيناش، ها قاضي القضاء غادي يوصل للقبيله من ورا العيد وانا غادي نتسنى قاضي القضاء حتى يوصل، ولا وصلوا شي ما قضى. شوفي يا خضرة راه الا مشيتي حتى فوتي شي ضربه في شي واحد فيهم غادي نوليو حنا الظالمين، وهم اللي يجي قاضي القضاء غادي نوقفوا قدامه وحنا فينا الخطا. علاش فينا الخطا؟ حنا بغينا نفكوا ولدنا ونرجعوا خروفنا. غادي يقول لك ما كايناش السيبه والمخزن كاين في البلاد. هانت يا خضره اللهم نصبروا، اما حسن نوقفوا باب القاضي ظالمين ولا مظلومين؟ مظلومين. ايوا تسناي. ياه عمري ما شفت في حال هاد المسمن. هذيك راه حلوه ماشي مسمنه خميسه. حلوه؟ اي حلوه، شي تيقول لها حلوه الغراف، شي تيقول لها حلوه الشمندر، ما
وحنا تنقولوا لها حلوه الحماس حيت تنطيبوها في هذا الحميميس. وشكون اللي علمها ليك؟ مسعد مرات العطار. اي هلاله كيشتي ملي جات هي وراجلها للقبيله، علمت كاع العيالات الحلوه والطياب، وتا امي تعلمتها معاهم، وهنا تعلمتها من امي. جميع ها شفت هذاك الجنس ديال ولد خالتك غبر، فين مشى؟ ما عرفتو فين مشى، وحتى والديه راهم تيقلبوا عليه. وشفتي العشيشه ديالو واش كاين فيها؟ مشيت ليها وكاع ما لقيتو فيها. فين غيكون غبر؟ وزعما انت راكي بنت خالتو، غيكون كيتصار غير معاك. هي 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 على خميصه اللي نافخه ودافع علينا كبير، شتك مشي وش على الكميشه. وا سير الله يمسخك، راه غير كيبقى فيا مسكين، حيت على قبال الحول اللي جاب الخوتي باش يعورط فيهم، صدق خارج على راسه وخارج من القبيله مسخوط، ما عرفت فين غادي يدوز العيد. كاع ما تخافي عليها خميسه، يغبر تيعيا هاو تجيبوا الكبيده. ياه تهو بحالي عزيز علي الكبيده، ورا الكبيده هي تي البيله. و صافي بلا ملاخ. على انا دابا تنتمالغ معاك خميسه، قولي ليا علاه تي زعما ما عارفه شي الكميشه علاش جاب لكم الحولي؟ على قبال خوتي. ورا على قبلك الهيشه، على قبلك وبلا معيوره جميع. وزيدون الا كان كيف كتقولي على قبلي، مالو جابو قدو قد الكميشه؟ داكشي اللي كنستاهل عدو ياك. هي 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 على بنت ميميعه، كملي كملي حلوتك. ما عرفتينا واحد غادي ندبحو تحدي الدان مدوى ما تكلم ظهرتو هنا ولي حاط عليه العين. واش عندنا فيه؟ نتخيرو حنايا هو يدبر راسو. انا الله الا عاجبني هذا ديال خيم الشيخ ندبحو باباه وندبحو حتى هذا ديال الوالح. ويلي غندبحو جوج ومالها؟ اش فيها؟ خلينا نتزردو مع روسنا، ياك غير فضل مولانا كتبوا لينا في هذا العيد. اخت هذاك المزغوب ديال راجلك ما يبغيش انت، دا نسيتو. ها واش عندك فيه امي؟ اجي شفتك عدتي ضاربه ليه الف حساب. وعليك مولانا. الله بعدا يبغي لينا نزندوا الحومات ونزندوا اشواق، خنا عيب بدا يتحاسب معانا كيف دوك العينان السابقين. ايوا العياد اللي سبقه كان هو اللي كيدبر في الحولي وحده. أييه ما هاد العام راني أنا دبرت على واحد والدراري دبروا على واحد. داك الشيء علاش قلت لك ندبحوا جوج ديالنا وهو نخلوا ليه باش ما يغوتش جوج الخرفان وعتيريس ديالو. بارك عليه. بارك شوف يا دهات يا الله يليش من حديد دان. العتيريس فينا؟ ها وين راكد؟ راكد خلي خلي مسكين صافي. وزيدي يلا نمشي نشوفوا هذا كاش تحت براسه بعدا. يلا. با واب شوف صاحبتي جميعه شعطات خميس عطيني وحده. لا ما غاوش اش هالصداع. بسم الله الرحمن الرحيم. سيروا جلسوا هالنيوله خليكم الخنا. خذ لك حديد دان لطيمه الحنه دي الباروك. ما خاصنيش. ما خليه راه واقيلا خلطوا عليه موالي عاوتاني. بصح نيت راه كل عواشر كيحررها فينا. تقول لينا مالك الليله راه ليله العواشر زعما، خاصك تضحك مع وليداتك وتجمع معاهم وتقجم معانا. مالك خايف انت مرات عغدا ولا خفتي الدراري ما يعاونوكش؟ عاد هنا راه انا وبنتي نعاونوك، حنا راه عزيز علينا الذبيح والسليخ. ايه وخميسه تقابل غسل وقليب المصارن وتغسل الكرشه راه بسلام تتعلمات. ماشي هادشي اللي هامني وماشي تماره اللي شاغله بالي. واشنو اللي شاغل بالك؟ اش كاين؟ كنخمم غدا باش غنعيدو. اويلي ودوك ربعة الخرفان والعتيريس. ما سخاوش عليا نبزهم، بغيتهم يبقاو ملمومين.
خميرة للزريبة إن شاء الله. أوه بخنتر المخنفر. نعم أبا. توما تعالوا أجوا تكيو معايا تبارك ناري. وأنا خلاص تبقى نسد الراس. لا أنا حنشد الراس تشد رجلي. من دبا كبيرة ومن قطفار الله يخليكم الخليلة توما لأبوكم. الله ينعل اللي ما يحشم. اللي سمعوه غادي يقول غادي يذبح ثور. ويلي ويلي على ودادي وامي مي نوضي انتي وحنا تكلموا لبا قال لكم باش تحضروا للذبيحه. سيري قولي ليه انا باغي نحضر لذبيحتك ان شاء الله. الله ينجيه. تسيري قولي هالي لا تسواك فتسنى. وانتي يا حنا سيري بنتي سيري سيري حضري لبوك لا بغيتي تحضري. أما أنا سلالك الحضور أو سلالتي قامي مع جدك الله يرحمه ويجدد عليها الرحمة اللي كان كيتكي جوج حوالا صرديين عند رجليا أو الحناني ناضرات والون وأنا لابسة كل شي جديد. أنطلقها بواحد زغريتا أتشق الحجر ومن اللي طوش العرق الأول ديال الضحية نلقي جبانية وندير السيالة ونطلي خدودي ونطلي يدي ونطلي رجلية ونصير نتعنقر وأنا فرحانة قد حق الدنيا. الله ينعل بوك القام. أمي أنا راه كاع ما عقلت على هاد الشيء. باش عقلتي قداش خلاك بوك وكتي باقا صغيرة. ها هو جهل خلي ويتكل وحدو. انا خذوا ديروا السياره ديال العيد رانا عارفكم العيالات مهاوشات وعزيز عليكم الدم. دويويحه ادويويحتي ديري السياره ديال العيد. عيد عيد راه دموالي والله الا وانعلوا الشيطان وديروا الباروك ديال الضحيه. الضحية وما سولتيش واش دايزة ولا لا؟ ومالها اللي ما دايزة خاصها عين ولا كراع؟ الناس معايدين بالحوالة وانا معايدة على جرو شايط على اليهود. ويلي يا ويلي يا كون عما كاينين شي الحرفين نقولوا وردت او نقولوا الله يكون في العوان. وصافي لا تفقصوش ليا راه العيد هذا وما نبغيكمش تكونوا مغوبشات. سادي 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 الله يزيد في التغراد وتكبر الزريبة ونولي كندبح لكم خروف في الليلة نفطروا بالراس ونتغداو بالفواد ونتعشوا بالكرعين ديولك إن شاء الله بالبلغة ولا بلاش. يا ديروا السيالة. قالك غادي ناكله العام اللي ما عدو بوه. شوف شوف الله يستر الله يحفظ شوفي عادم والله يحفظ ناشف من الدم زقيفة شمو صافي اش غنديرو نديرو الفير اللي ما بغيتش غادي يشوفني شويه وغسلي انا غادي نرعش شويه. بسم الله شد مسخوط الوالدين شد خرجتي عليا شد هما مزرودين على خروف وانت معيد ليا هنا في عشه ديال الدجاج كاع حتى تشم ريحه الدجاج على قلبك. على خاطر الخميسه خوك صابر لهاد الكرفيسه. يا حليل اللي على الكميشه باقي عاقل على القوافي واقيلا باقا ما قلباتك شي مزيان ريحه الدجاج. شتك جايبه ليا عجوز ديال الكبيدات هادشي اللي طار ليا في حقي واقيلا كان خاصني نجيب لك الفواد كله. لا وما طايبين حتى الطياب. تاكل كول قطع الحس موي تتعيط وانا عام اموي. الله عليك بنتي الله الله عليك بنتي تكوات وتشوات والعافيه فيا شعلات. الله عليك ميشا وليدي ماما الفشي تله واخا يكون على دار الزلاط يجلس حدا الكانون ديال الشوا ما ينوض حتى يتمو
وما عندك علاش تشوشي عليه. حقو هاد العام دا صين الحم وشحم ودوره وبطانه حتى هي. باز سيدي لقلبك والله الا باز تنو تقلب لي على ولدي. وما خليت عليه حتى كنت كراك بيتي مخبي خايف منا نطلق البراح. لاش غادي نطلقو لاش؟ باش يقلب عليه ويعطيه الامان، وإلا كان محيوز عند هذيك قبيلة الرعاوي المهيفين يخرج. إيوا شكون هذا اللي غادي ينوض يبرحنا اليوم العيد وفي هذا الوقت؟ نوض قولها للخماس. أنا مزوقة فيك لأن نوض قولها للخماس. الله مشات فيكم عباد الله، الكميشة ولد الحاج الكهيمة اللي كان ربان وساكن بوحدو في العشيشة على بيه، راه موفى عليه مشوشين، وإلا كان هو مخبي وكيسمع فيا، راه قالوا ليك والديك غير ظهرو بان عليك الأمان. راهم سامحين ليك، ما غاتجي لا يسولوك ولا يضربوك ولا يقربوا ليك، غير ظهروا بان عليك الامان، وراكو حلتيها ليهم وحقك ديال بولفاف كيتسنى فيك. ولا اله الا الله من شاف فيكم عباد الله، الكميشه ولد الحاج الكهيمه اللي كان غضبان وساكن بوحدو في العشيشه يعلم به. مي باقي فينا الجوع. وكلوا باكم وكملوا بجنابكم. كيفاش غياكلوا باهم؟ باهم راه كيجري على شلافاف. ياكلوا هناهم اللي في منجي القاع مقطع، تقول ما عندهاش سنسول. غايا وليدي راه خصها الطياب. تاكل راسك وتملح برجليك، بسم الله عليا كي شتيني كتخليني. نوضو سيرو ديرو ما دارت خطكم خميسة، راه هذا يعاف الفدادن تصرت في الفول وفي جلبانة. نوضو سيرو ما حد الناس ملاهية في كروشها وفاداتها ومصارنا الناس نيت اللي معيدين بالصح والله إلا هادي عندك الحق. اسمع ولدي البخنتر، انت وخوك ما حد الناس ملهية في شي، مشيو تدبروا لي على واحد البطانة تكون كبيرة وشوية وافية. ولاش بغيتي يا أبا؟ بغي يقددها لينا نكملوا فيها العيد. نوضا مخنطر انت وخوك ما تقبلوش لي هادي، هادي راه عرقتها شوى. قال لك عرقتيها شوى. ايوا لا عرقتوها شوى، نوضو قلبوا على العواد باش شوطوا داك الراس. لا نديوني تحت الغابه ونشوطوه، يلاه يقدنا حطبها تما كتير علينا ننقلوه حتى لهنا. الله لا رويس ديال اعتيريز قد كيمتي جديد دكا غنوضو نمشي نجيبو لي العواد ونحطبو لي ونتهمو عليه حنا جوج عيرات كل وحدايا وحده باش نشوطوه. ما بغيتيش نبخر؟ لا والله ينعلي ما يحشم. دوما لا تلاقيتو على شي واحد الله يحضر السلامه وصافي. انت اش كتشوف فيا نوض حي؟ هاي 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 على الكميشه ما واتاك عارو تارو الغنى. شتك عكريتي وتقرقشتي لي انا؟ ويا قال لك الكرشي لاش بعد كتقول راس غني، واخا هذاك الشيء اللي جبتي لي قبيله قليل قليل. تا نوض سير لداركم نوض نوض. انت سمعتي البراح اش تيقول؟ حتى والله لا تقت فمي، شي داك الشيء اللي كدير فيه راه عادي خيا. لا لا محالش، او غتكون تخلعت عليك بصح قالها، وزيد راه اليوم العيد والله ما تقدر دير لك حاجه. عنوض سير. ايه والله لا تقعدت لكم من هاد العشه هادي، تتمشي معايا انت وخالتي. لا 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 انا معكم بالله وبالشرع، انا باريه منكم. باينه لي انت وداك الكميشه ديال العظومه اللي ما غادي نتهناو حتى تقلبوا لي على شي فضيحه مع اختي خضراء، وهي جلاخه ما تشافش. عافاك امي عافاك، راه الكميشه مسكين رغبني وزوق فيا باش نطلبك ليه. اجيتي بعدا ما متشاورتي دخلتي لي العشاء ديال الدجاج وخبيتيه؟ ها عرفتي لا ساقت مول الخبار باللي كان عندنا هنا؟ هاي 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 اش غدير لينا؟ وصافي صافي تانت يا امي عايشك امي، انا ما عاشو فيك ديري. دابا قولي لي واش غتمشي معاه ولا لا؟ ولا اله الا الله معاكم. وليدي مسجد ومرضي لكل ما الكفرات اللي عوجوا عليا، عمر وليدي ما تلا عليا، كنت نضربو ونعضو ونبرد فيه هوايشي وما يحافينيش وليدي، وكيطيح يحب على رجليا. وصافي مرات خويا
صافي راكي قطعتي قلبي، بارك عليك من البكر، راه اليوم العيد. العيد؟ اش من عيد عندي؟ العيد راه عند الدريك تحديد دا اللي مشى ليهم بارد. انا بغيت ليهم الشيه، انا بغيت ليهم الشتيته كيما شتو ليا العش. سمعيني يا مرات خويا، وإلا جا عندك ولدك دابا اش غادي ديري ليه؟ الله الله يا منى، إلا جا عندي وليدي راه غادي نعنقو بيديا بجوج ونحزو لصدري ونركبو في ظهري ونراري بيها يا منى، الراري بحال يالله زاد عندي عاد اليوم. إوا ها هو، قلتلك ها هو، زيد أوليدي بكميشة زيد ما تخافش. أجي وليدي أجي عند أمي نتك راه توحشاتك أجي زيد. انا وليدي انا وليدي هاد الوطار هو الاولى. يا ناري اش دار لك الدري ملي ضربتيه؟ الله يا خالتي الله اش دار لك؟ سيري يا بنت شوي ما عطينا التيساع وسيري تلقى مني دولدي وسيري بعدي منا، عطينا اختش بتاع التيساع. ها الله الله يا خضر الله، راك اش سير الدري مخو كون عند بوه المخ كاع ما يتبع ديك الهبيله ديال بنت حديد دان ويلبس خروف من كسيبه بوه ويديه لديك قبيله نهاويف. شتي يا خضره انتي راه هذه هي قاعدتك، ديما فرتقال لامه وما تخلي حد يعشر معك. انا غادي لخيمتي كاع ولا عبد الله الا ما تمشيش. اجلس امك الارض جلس فين غتمشي ديري ماكلاتك تمشي ما ترجع قول امين. دخلت عليك بالدمه مرات خويا الا ما لا تضربيهش. اش يا انتي عاد تفكرت انتي من الصباح انتي تدخلي عليا بالله انتي وهذيك اللفعه ديال بنت شويمه ها وانتم محوزين عندكم والدي ومخليني انا بحال داك الراس اللي مقطوع عليه راسه ماشي حشومه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اهلا سي سي الوافي لاباس عليك. الله يصلح الله يبارك واشركم. الله يبارك فيك. مبروك عيدكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عبد الله سي عبو. نعم كي خرجت دوارتك؟ يا 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 اش من شحمه ولحم، راني خرجت وخليت مويا الدار باقي كيقلبوا على العظم. واش جماعه واش تحديد دان كاع ما بانش هنا؟ اخاي تاتا فينا ورا كاع ما كاين وغبر لي لاتر. وهذاك اللي يغبر مالو معيد بربعة الخرفان وعتروس وبغيتوه ما يغبرش؟ وهي قولوا لي ما غيخرجش من الدار من دابا شهر. كون راهم بقاو يشوي ويشوي ويشوي حتى خرج ليهم الدخان من ودنيهم. راهو كان من هنا للقدام المكسيب ديال الناس عريان. انا بعدا ما تحلاش ليا الضحيه ديال العيد إلا ما كانت من زريبتي ولا شريه بحر مالي. اي والله يسر كلها ونفسه ما شاء الله يكون في العوان. لحم قليل خضره تاع داكشي اللي كاينو وهادشي اللي عطى الله وراه دبروا عليه غير الدراري. راه اللعب صايله زيد بصايله هاك حطها هنا. اما حديد دان راه ولا كيخلعني شفتو ها ما زاد الشحو. هلا بنيتي الحق يتقال الله يلا دار مزيه ملي ما ذبحتك الخرفان. واش من مزيه امي تاتي الله يهديك. الله يلا انا وليت نحس بكتافنا سخان ملي ولات عندنا حتى حنا الكسيبه. ايوا هذاك العتروس اللي ما غادي لا يسوك ولا يلوك لينا كون بعدا ذبح لينا غير الفروج نعاونو بيه. فروج؟ شك عاد دوري تقول لي الفروج عينك فيو وما نكذب عليك ما نغرك. انا داك الفراير جا عزيز عليا راه مريزيق خليه ينفعنا فوقت الضيق. ان شاء الله انا قنقلب لي على شي عتو كيفرخوا لينا في الليلسات ما يدور العام حتى يولي عندنا شي لا فرارج. وتي امي مولات العقل غير قولي ليا لي سايره انت وحديد دان تخمو في الزريبه وفي الكسيبه واش حاسبين روسكم غادي تدقوا الوتاد وتبتوا الرطام في هاد القبيله؟ مالنا علاش لا؟ وحال امي انتي غير حديد دان كان مرونها وزاد رونها اكثر من اللي دارها بالناس وعاد محسوب علينا معايدين حسن منهم بربعه خرفان. وبصحتنا مالنا عمرنا حطينا يدينا على ديال شي حد اولا دينا شي حد شي حاجه؟ حنا بت نبت اليوم هنا غنديروا اليوم بحال الدرسه المسوسه المحشوشه على الجدر ما تسحكم فايد ما يقلعك ولاد. والله امي كون ما كنت جايبه التحقيق بلا انت امي يا حتى نقول باللي انت الوالده حديد دان. هي بالهبيله الاخرى ماني انا تناسبت معاه كواكو.
فين هو دابا؟ راه في الديدبان معاقر مع ديك البطانه اللي دبروا لي عليها ولادو. هو اش بغا يدير بها؟ والله علم. كيفاش الله علم؟ تيمره دابا اللي ما تعرفيش راجلك اش كيدير. وانا ما عارفاش وخاصك تعرفي. خلا خالتي وخالتي وين داز الجماعه؟ هاكي تاتي حقك من بوحي فلوس سر الله يمسخك. سردك ولا باقي؟ يا نتوما جيو تعاونوني يا تركت الهبل ما ساليش انا دابا لعبه مهروس. نوضي 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 خلي العجينه ونوضي طلعوا على حديدنا اش داير مع الطاينه بقى لينا غير الخنس يجمعوا علينا. ويلي على بالهبيله انت راه باغي يدير بها بيعه وشريه وما شفتيش الشوهه اللي دار لينا في القبيله. ويلي على الشوهه ما فيهاش العيب سبع بول بطير راه هذا خلاوها لينا جدودنا وزيدوا راه كانوا كيقولوا والدينا اللي لبس البطانه يبرا من كل مرض وعله. هذاك راه لبسهم باش يلعني انا. انت راكي معلوله رقدي ديك العجينه وقفي على الطبق هاني نسناك عند الباب نوضي. Stop!
I'm gonna make it.